مرحبا بكم جميعا. أعتقد أن جميعكم يتذكرون دجاجة رامبو وكيف تمكن من الاعتناء بها. راقبنا تطورها منذ كان نقطة حمراء في صفار البيض إلى أن تطور وأصبح جنينا ثم دجاجة حية، لكن توجب علينا إعطاؤه لشخص آخر من أجل الاعتناء بها، لأن تربية دجاجة في منزل مستأجر ليس بالفكرة السديدة. انتقل رامبو إلى قرية ليلتقي بصاحبة المزرعة التي سيقطن بها، وقد يتعرف على أصدقاء جدد، ولقد قررنا اليوم أن نذهب إلى هناك ونطمئن عليها. لقد لاحظنا مجموعة كبيرة من الطيور المختلفة عندما اقتربنا من السياج. أتساءل أين هو رامبو؟ ربما هذا هو. اقتربت صاحبة المزرعة وسمحت لنا بالدخول إلى الحديقة. لقد استمعنا إلى الكثير من القصص المثيرة حول هذه المزرعة بينما كنا نبحث عن رامبو. هذه المنطقة الخاصة في الحديقة هي منطقة التقاعد. إنه المكان المخصص للدجاجات الكبيرة في السن. كانت على وشك أن يتم قتلها لأنها كبيرة وليست قادرة على وضع الدجاج بعد الآن، لكن صاحبة المزرعة أخذتهم واعتنت بهم. هذا المكان هو المنتجع الصحي الخاص بالدجاج، أين يتم أخذ حمام رملي والاستمتاع بأشعة الشمس. انظروا إلى مدى كبر تلك الدجاجة، لكنها سيدة مسنة سعيدة. على الأقل هذا أفضل من أن يتم قطع رأسك، لكن هذا ليس الأمر الأروع على الإطلاق. هناك حمامة ذكر تعيش هنا أيضا وتدعى فرناندو، إنه من بين أهم الشخصيات الجذابة هنا. في كل صباح يطير حول دجاجات ويتبادل معها أطراف الحديث. غالبا ما يختار أجمل الدجاجات ويقوم برقصة التزاوج ليجذب انتباه الجميلات، لكن المشكلة كما سبق وأن ذكرت أن هذه هي منطقة التقاعد، وهذه الدجاجات لم تعد تقوم برقصة التزاوج منذ زمن طويل. مرحبا يا جميلة، ما رأيك في حضور حفلة الليلة؟ عمري يفوق 84 سنة يا فتى. حسنا، سأقوم بمحاولة أخرى. ماذا عنك أيتها الجميلة؟ أوه، ربما واحدة منكن أيها السيدات. يا إلهي، إنه ذلك المجنون مجددا. في الواقع إنه متحمس جدا في هذا الموضوع، حتى أنه عندما يرى دجاجة عالقة في الواحل يذهب مباشرة ليرقص أمامها بدل أن يقوم بمساعدتها. في الفناء الخلفي التقينا ببعض الدجاج الغيني. هذه الطيور تبدو طيور متوسطة وكأنها خليط من الدجاج والديك الرومي، وهناك أيضا قطيع من الإوز. انظروا معنا، هل هناك خطب ما؟ هناك دجاجة غينية واحدة وليست هناك بمحض الصدفة، بل في العادة تقوم بالتساقع مع الإوز ولا تهتم بمثيلاتها الدجاجات الغينية الأخرى. أخبرتنا صاحبة المزرعة أن هذه الدجاجات الغينية بالذات غالبا ما تقضي وقتها في التساقع مع هذه الإوزات فقط. لعلها عانت من صدمات في طفولتها أو أنها تعاني من بعض الاضطرابات العقلية التي جعلتها تفكر أنها إوز هي الأخرى. ومنذ ذلك الحين أصبحت تقضي جل وقتها في التساقع مع الإوز مفكرة أنها قائدة هذا القطيع. لقد تقبلها الإوز وتركها تتساقع معهم بما أنها لا تسبب لهم أي إزعاج. هي الديكة الرومية، بالرغم من أنها ليست من أجمل أنواع الديك الرومي لكنها ودودة وطيبة، ولكن مع ذلك فإن الملك الحقيقي لهذه الغابة المنزلية هو هذا الديك الضخم فرانسيسكو. انظروا فقط إلى مدى كبار حجمه مقارنة بالدجاجات الأخرى. أعتقد أن بإمكانه حتى أن يسقط رجلا أرضا. عندما كنت طفلا كنت أخاف كثيرا من الدجاج وخاصة الديكة. لقد حان الوقت للبحث عن دجاجتنا رامبو. في العادة يتسكع رامبو في الساحة الخلفية في منطقة كبار الشخصيات المخصصة للدجاجات الأكثر تميزا وفطنة. انظروا إلى مدى روعتها، هناك الكثير من الأشياء التي تنمو هناك، لكن أين هو رامبو الخاص بنا؟ إذن من هو رامبو العزيز علينا من بين هذه الدجاجات؟ ماذا عن ذو اللون الأسود؟ لا، هذا هو رامبو. يا إلهي كم أصبح حجمك كبيرا، تعال إلى هنا يا فتى. أخبرتنا صاحبة المزرعة أنه عادة ما يقفز رامبو على ظهرها عندما تمشي متوجهة نحو السياج، لكن هذه المرة شعر بالخجل الشديد. أعتقد أنه ما زال يتذكرنا. لقد تقدم مباشرة نحونا لنقوم بمداعبته. في العادة يهرب الدجاج مثل الحيوانات البرية، لكن رامبو ليس كذلك. إنه يتصرف مثل القطط المنزلية. من الجيد أن المطاف انتهى به هنا. قد تتذكرون أنه وجد نفسه في البداية في مكان سيء، وقد قمت بإنقاذه وأخذه من هناك. إنه يشعر بالارتياح أكثر هنا. هناك العديد من الخضر المختلفة والنباتات التي يمكن للدجاج أن يتناولوها هنا في أي وقت يريد. يمكنه أيضا التجول حول المكان في الخارج، أين يمكن أن يحظى بالمرح والمتعة. أخبرتنا صاحبة المزرعة أن رامبو يحب جبن القريشة أو ما يسمى بجبن الأكواخ، ولهذا جلبنا له البعض منها.
لم تضع صاحبة المزرعة الصحن على الأرض عمدا، لأن هناك دجاجة أخرى تحوم حولها. لديهم تسلسل صارم، وطبقا له يجب أن يأكل الدجاج قبل رامبو. فعلى كل حال لم يكن هنا رامبو لمدة طويلة بقدرها هي. وبعد ذلك أتى الإوز مصحوبا بقائده المضحك. هذا بكل تأكيد آخر فيديو نصوره حول دجاجة رامبو. نحن متأكدون تماما أنه سعيد هنا، كما أننا على يقين من ضمان سلامته هنا، خاصة بعد أن أخبرتنا صاحبة المزرعة أنه المفضل لديها هنا. لقد قدمنا لها بعض المال من أجل شراء البذور للطيور، وقدمت لنا صاحبة المزرعة بعض البيض في المقابل. هل يوجد هناك بعض البيض الذي وضعه رامبو؟ أنا أقصد أننا لازلنا لا نعرف إذا كان ذكرا أم أنثى، أليس كذلك؟ يبدو أن لديه قنزعة صغيرة، لكن هل يمكن اعتبارها كبيرة كفاية لنطلق عليه اسم الديك رامبو؟ اكتبوا لنا في التعليقات من يعرف منكم إن كان رامبو ديكا أم دجاجة؟